ما ادري هل حضرتوا مواسم سابقه؟ نعم حضرت مواسم كل السنين اللي راحت. هل كانت مثل كذا ولا لا؟ لا هذا المره كانت يعني في فعاليات اكثر، في ترويج اكثر، حتى يعني مش بس على الساحل، حتى انتعاش المدينه بشكل كامل. يعني جاء من تركيا قبل كم شهر؟ جيت قبل 4 شهور أو 5 شهور. جربت كيف تركيا مقابله بني من اكيد في اوضاعها، لكن كيف شفت الشاطئ اليوم؟ والله شاطئ مليان حيويه، يعني هذه الاجواء ما تحصلها لا حتى في تركيا. رحت موجودة الازدحام هذا فعلا والله ما تلاقيها. حياكم الله. ايش الكلمه تقولها لاصحابك اللي عادهم نايمين؟ شوف اصحابكم البقيه ان شاء الله بينزلون باذن الله. صح النوم، صح النوم، حياكم في البلده. كل يوم يقول بنزل بنزل والله والنوم، لكن اليوم نزلنا خلاص. بلعبنا باص البلده. شنو في باص البلده مع سعود؟ بلعب لكم باص البلده. صح النوم. بس ايش تقول لاصحابك اللي ما نزلوا ولا بغوا ينزلون ولا بغوا يجون؟ والله يعني هذا الموسم أسبوعين في السنة، وضروري تخرج البلدة يعني انتعاش وإذا ما بتخرجون سعود بيعبر لكم باص البلدة. الباص صراحة فكرة جميلة. أتمنى سعود هل في المواسم اللي قادمة يعني نقد يعني نشوف 100 باص بهذا الشكل؟ إن شاء الله. هي كانت دي المرة طبقت فكرة، يعني الحمد لله أن السلطة جاوبت في الموضوع. إن شاء الله المرات الجاية بيكون أكثر من باص، وتكون يعني تروج للسياحة أكثر إن شاء الله بالله تعالى. لمتابعينك إيش تقول؟ والله نقول لهم استمتعوا بهذه الاجواء، هذا فضيله من الله علينا. نعم. واستمتعوا في البلده. بس هم بغوا فكره كيف تتغلب على النوم، المشاهير والناس وكذا ما يقومون، كيف انت تغلبت على النوم؟ هو والله حلين، يا انك تواصل. انت مواصل؟ اي والله مواصل. لا والله. نعم. او انك تنام بدري، وهذا شيء صعب يعني. انا اصبحت دوامات فعلا. سعود يقوم يقوم، لانك شوف لو نمت بتنقهر، بتشوف الناس تخرج تصور، بتفوتك، بتقوم مع الظهر بتشوف الصور حق الناس بتقول يا ريتنا خرجت. يعني اكيد انا لما اشوف صوركم الان اصحابكم بيتقهرون. اي والله اللي ناموا بيتقهرون فعلا. على كل حال فرصه طيبه وانتم معنا واخيرا هنا موجودين. طبعا اجواء جميله للجميع، لا احد ينام وما احد يتاخر، الكل يكون حاضر متواجد هنا. باقي من البلده خلاص الان باقي حوالي اسبوع يمكن. ايوه باقي اسبوع واحد، من لم ياتي ياتي، اللي ما جرب يجرب، اللي ما حضر ياتي، والازدحام هنا اليوم شديد في 60.